موجود حتى بالمستشفيات، هاي اللقاحات من عمر 18 سنه فما فوق. اكو بعض الناس بيسال هذه اللقاحات هل هي لقاحات امنه؟ لقاحات امنه وتمت الموافق عليها منظمه الصحه العالميه. نفس الوقت ثبتت انه اللقاحات تمنع انتشار المرض وبالتالي تخلي الوفيات. هذه اللقاحات يقدر اي انسان يسجل عليها عبر المنصه الالكترونيه اذا تقدر تسوي لكم اياها، او اكو بعض المراكز الصحيه مباشره